كاين الاخوان في فرنسا كيسلم عليك وانا احبك في الله. ما اسمع اسند النصيحة لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أقول لإخواني في فرنسا أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، ونقول لهم أيضا نصيحتي لكم ولنفسي أولا بتقوى الله عز وجل وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقول لهم بعد ذلك يجب عليكم الرحيل، يجب عليكم الرحيل من بلاد المشركين، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لا تتراءى ناراهما، وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من ساكن مشركا، وفي رواية ليس منا من جامع مشركا جامعه في السكن، ووجد امرأة مقتولة وقال أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين، أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين. أضف إلى هذا أن المسلم إذا كان لا يستطيع أن يعلن وأن يظهر شعائر دينه في بلد ما يجب عليه الهجرة من تلك البلدة، والهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة. لكن بقيت هناك هجرة لا تنقطع، كما أن الجهاد لا ينقطع إلى يوم القيامة إلى أن تقوم الساعة. والهجرة على حسب، فيمكن أن تهجر بلدة يسب فيها العلماء، وتهجر بلدة لا يطبق فيها شرع الله، وتهجر بلدة يعني يمنع فيها الحجاب ويمنع فيها الأذان ويمنع فيها، بل أول شعار الذي ينبغي أن يظهره الإنسان وهو شعار الأذان، مع أن فرنسا تمنع الأذان والآن تمنع الحجاب. إذن عليكم الآن بالفرار من تلك البلدة. حتى بعض العلماء قال إذا كان الرجل سافر إلى بلاد المشركين من أجل التجارة أو من أجل العمل، إذا كان لا بد من السفر إلى هنالك فلا بد فيه من شروط. أولا أن يكون صاحب عقيدة سليمة، أن يكون مسلح بالعقيدة الصحيحة. ثانيا أن يستطيع أن يقيم شعائر دينه. ثالثا أن لا يقوم بعمل مبتذل، أن يكون مثلا زبالا كناسا لا يجوز أبدا، أن هذه المسألة ينبغي أن تكون مشركا، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وأهم شرط قيده العلماء قالوا أن يؤثر ولا يؤثر فيه، أن يكون هو يؤثر في غيره ولا يؤثر فيه. هذا في حالة ما إذا احتاج إلى العمل هناك، اضطر إلى العمل هناك أو الدراسة، أو للدراسة هنالك مثلا للطب أو شيء من هذا القبيل غير موجود في بلاد المسلمين. فإذا كان مسلح بالعقيدة يستطيع أن يؤثر في المشركين ولا يستطيع أن يؤثر فيه، يعني ما في أحد يستطيع أن يؤثر فيه حتى يصبح نصرانيا والعياذ بالله، أو يصبح والعياذ بالله أقل شيء يعني يدافع عن المشركين ويذب عنهم ولا يواليهم ولا يعاديهم ويناصرهم وإلى غير ذلك. وهذه المناصرة والمعادة غير المعاملة، المعاملة شيء آخر. أقول لإخواننا إن أخاكم الحدوشي يحبكم في الله هو أيضا، ويوصيكم ونفسه بتقوى الله عز وجل وبالعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزومها، وكما يوصيكم أن تفروا من تلك البلدان أو البلدة حتى لا يصبح أبناؤكم هناك للأسف يعني على شفا جرف انهار وعلى خطر، وسمعنا قصصا كثيرة تدمي القلوب. فإذا ما عليكم إلا أن تكونوا هناك مثلا للعمل ثم ترجعون إلى بلادكم الأم، ثم أخبرهم أيضا أن المقام بين أظهر المشركين كمثل ما
يعني يفعل الإنسان في المرحاض؟ يدخل إلى المرحاض لقضاء حاجته ثم يخرج منه. وهل هناك أحد يسكن في المرحاض؟ الجواب لا، إلا ما كان قد كتب بأن بعض المغاربة كانوا يسكنون في المرحاض ولهم حتى شهادة السكن على المرحاض. هل الرجل يستطيع أن يسكن في المرحاض؟ لا، كذلك بلاد المشركين. ولا سيما قلت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل سرية للجهاد في سبيل الله أول ما يطلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يهجموا في الصباح حتى يسمعوا الأذان، فإذا سمعوا الأذان لا يهجموا، وإذا لم يسمعوا هاجموا، لأن هذا شعار الإسلام، أول شعار وأعظم شعار الأذان. فإذا ما عليهم الآن إلا الخروج من تلك البلدة. فإذا كان يستطيعون أن يؤثروا في غيرهم ولا يؤثروا فيهم، نقول لهم اجتهدوا بتبليغ الدعوة، واجتهدوا بإنقاذ الناس وإخراجهم من ظلمات الجهل وظلمات الكفر إلى يعني رحابة الإسلام وإلى نور الإسلام، إذا كان كذلك. لكن إذا كان الإنسان يعني ضعيفا من جهة العلوم الشرعية، ما عليه إلا الفرار من بلاد المشركين، من بلاد المشركين، ولا سيما في زماننا. لكن الآن الحمد لله بدأت الصحوة، الصحوة بدأوا الناس يصحوا، الناس كانوا في نوم عميق، في نوم ثقيل وسبات عميق، والآن الحمد لله بدأوا يصحوا وبدأوا يتحركوا، وبإذن الله عز وجل كي يظهروا شعائر دينهم. كاين، ماشي معنى أننا كنقولوا بلاد العرب خلاص تطبقوا شرع الله، نحن نعلم أن شرع الله معطل، ولكن بعض الشر أهون من بعض. يعني تسمع الأذان وليس هناك من يمنع من الحجاب، وليس هناك من يمنع اللحية، وليس هناك من كذا، وليس هناك إلى آخره، بخلاف بلاد المشركين. والآن أصدروا قانونا يمنع الحجاب وعليه دعارة، إذا للأسف. فلذلك قل لإخواننا إننا نحبكم في الله، ولكن فعلا ارحلوا، الرحيل الرحيل. يعني يوجد الآن من له بنات، بنت يعني رفعت شكاية على والدها وخيروها بين أن يسجن وبين أن تعفو عنه، فقالت هذه المرأة سأعفو عنه. إذن ما هذا؟ إذن قل مبارك الله فيكم، الفرار الفرار بأبنائكم إلى بلاد المسلمين، اختاروا أفضل بلدة فيها يعني شرع الله يعني أقل بعدك، كاين لازل بعض البلدان فيها بعض المظاهر طيبة، بعض المظاهر طيبة. احنا هنا في المغرب قل الحجاب موجود ما شاء الله منتشر، واللحية ما شاء الله منتشرة، والإخوة يحضرون دروس ومحاضرات، والإخوة أيضا يحضرون الجمعات ولا يمنعون، ولا يمنعون، والحجاب ما شاء الله يعني لعلك شاهدت هذا. إذن أنا لا أقول بأن شرع الله قائم، ولكن أنا أقول يعني مظاهر كثيرة طيبة موجودة غير موجودة في بلاد المشركين، والإنسان يفر على حسب استطاعته من بلاد فرنسا إلى ماذا؟ إلى بلاد الجزائر، من بلاد الجزائر إلى بلاد المغرب، من بلاد المغرب إلى بلاد أخرى، وهكذا حتى يصل إلى بلدة أخرى تطبق شرع الله أفضل، أو تطبق بعض مظاهر الشرع أفضل، وهكذا. فهذا ما أقول باختصار، والله تعالى أعلم. عندك شي حاجة أخرى؟ يا السلام عليكم، سلم لي على الإخوة وبلغهم رسالتي بأنني أحبكم.